ميلاندا تايلور. ميلاندا تايلور. هيلين عساف. هيلين عساف. أكسندر كوداكوف. أكسندر كوداكوف. استيبان لوسيه. استيبان لوسيه. سيف الإسلام معمر القذافي. سيف الإسلام معمر القذافي. محمد إسماعيل علي. محمد إسماعيل علي. فتحي عريبي بوعجيله. فتحي عريبي بوعجيله. بالنداء على المتهمين حضر الخامس موقوفا على ذمة قضية أخرى. ولم يحضر الباقون. وتبين أن إعلانهم إعلانا غير قانون لجلسة اليوم. ولم يتم القبض على المتهمين السادس والسابع وحضر للدفاع عن المتهم الماثل الأستاذ محمد أبو سمة دفاعه السابق بموجب سند توكيل مرفق بالأوراق. كما حضرت الأستاذة مبروكة دوا كما لم يرفق تقرير الخبرة المتعلق بساعة اليد المنوع عنها بالأوراق. النيابة العامة عن الطلبة. النيابة العامة طلبت فيما يخص الإعلان سيد الرئيس وحضرات المستشارين أن مرافعتنا السابقة انفضت على أن حكم المحكمة العليا من سنة 1960 ذكرت أنه كل ما يتطلبه القانون في حالة وجود موقف مطلوب على الإنفاق يتوجه المحضر إلى النيابة العامة وتسليم على أوراق حكم الإعلان. وهذا نص يتعلق بالقضايا المدنية باعتبار أن النيابة ليس الطرف في هذه القضية. أما القضايا الجنائية فهذه النيابة هي التي تباشر عملية الإعلان والنيابة العامة قامت في حالة أوراق الإعلان إلى وزارة الخارجية وبالتالي فإن الإعلان هو حكم المحكمة العليا من المادة 14 فما فعل مادة 207 للإعلان الجنائي كان وفق القانون وبالتالي نطلب السير في الدعوة في غيبة النيابة العامة وغيبة المتهمين مع هذا الخامس الحاضر. النيابة العامة قالت أن المتهمين الأول والثاني والرابع قد تم إعلانهم